ازيكم يا جماعه عاملين ايه يا رب تكونوا بخير ان شاء الله النهارده هيكون فيديو جديد وموضوع جديد على قناه اي بوكسي وورد فيديو النهارده زي ما اتعودنا ان احنا في كل الفيديوهات اللي بتنزل على القناه يعني كل يومين انا بنزل فيديو كده بنتعلم فكره جديده وتجربه جديده بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان تستفيدوا بكل المعلومات اللي بتنزل من خلال الفيديوهات اللي بتنزل على القناه طيب في فيديو النهارده زي ما يعني ما العنوان مكتوب انا هتكلم عن الوان الميتاليك دايما الناس بتتلخبط ما بين الوان الميتاليك والوان المايكا ودايما يقولك ان الوان الميتاليك هي الوان المايكا طيب احنا في فيديو النهارده عايزين نعرف ايه هي الوان الميتاليك دي اساسا واستخدامها ايه علشان كده انا بقولك تابع معايا الفيديو ده للنهايه علشان تشوف كل المعلومات الجديده من خلال قناه ايبوكسي وورد في البدايه انا هبدا ان انا اجيب نوع الريزن اللي انا هشتغل بيه ودايما انا بيجيلي سؤال محدد وسؤال مفصل كده عايزين نعرف ايه هو افضل نوع ريزن لان حضرتك بتشتغل مثلا بالكيلو ريزن او بتشتغل بايبوكس 150 3 دي او بتشتغل بالريزن الكوري لكن في انواع تانية كتير حضرتك ما ذكرتهاش ودايما الناس بتقول في الجروبات ان ده افضل نوع ان ده افضل نوع انا من خلال قناة ايبوكسي وورلد انا بقول للناس يا جماعة مفيش حاجة اسمها افضل نوع ريزن يعني حضرتك السؤال اللي انت بتسأله ده اذا كان في الجروب او اذا كان في اي مكان اللي بيرد عليك بيرد على حسب النوع اللي هو استخدمه فقط لكن لو إنت بتكلم أساساً واحد فاهم أو واحد جرب كل الأنواع هيقولك مفيش حاجة اسمها أفضل نوع ريزن لأن علشان تحكم ما بين كل الأنواع اللي موجودة في السوق وكل منتجات الإيبوكسي ريزن لازم تجرب كل الأنواع وتجرب كل الأشكال من مواد الريزن دي فأنا بقولك من خلال قناة إيبوكسي وورلد مفيش حاجة اسمها أفضل نوع ريزن لإن اللي هيجاوبك هيجاوبك على حسب النوع اللي هو استخدمه فقط. طيب أنا في فيديوهات جايه إن شاء الله هحاول بقدر من الإمكان إن أنا أظهر معايا أنواع تانية مختلفة ما ظهرتش معايا قبل كده علشان نجرب بنفسنا ونعرف إيه هو أفضل نوع ريزن وأنا دايماً على القناة بقول لك المعلومة الكاملة والأساسية والصحيحة. فمن خلال القناه حاول انك تستفيد بكل المعلومات علشان ما تغلطش بعد كده وانت مبتدا اساسا هتتلخبط ما بين افضل نوع وما بين النوع الناس اللي بتستخدمه وما بين النوع اللي انا بستخدمه انا بقول حاول انك تختار النوع الانسب ليك واللي انت هتشتغل بيه فقط انا في البدايه خدت اساسا الكميه المحدده يعني انا مش باخد كميه على قد القالب بتاعي لكن انا باخد كميه على قد الفيديوهات اللي انا بصورها وانا قلت يا جماعة ان الكمية اللي باينة قدامي دلوقتي بعمل منها كذا فيديو يعني انا خدت 50 جرام من مادة الريزن 70 جرام من مادة المصلب وجميع انواع الريزن مختلفة في النسب ودرجة التصلب يعني هتلاقي في نوع نسبته تلاتة الى واحد في نوع نسبته اتنين الى واحد في نوع مية الى اربعين زي النوع اللي معايا دلوقتي علشان كده مفيش حاجة اسمها كل انواع الريزن تلاتة الى واحد علشان الناس اللي لسه بتتفرج على الفيديوهات القديمه بتاعت ايبوكسي 150 3 دي يا جماعه النسبه مختلفه تماما المفروض ان حضرتك بتقلب بالراحه وفي اتجاه واحد وانك بتسيب ماده الريزم بتاعتك تهدى خمس دقايق عشر دقايق علشان البابلز تطلع منها بكل سهوله بعد ما حضرتك اساسا بتقلب وبتسيب كوبايه الرزم بتاعتك تهدى انت في المرحله ديت بيكون معاك قالب السيليكون المخصص اللي انت المفروض تصب فيه ماده الايبوكسي ريزم بتاعتك انا قدام حضرتك دلوقتي جبت قالبين سيليكون منفردين يا جماعة دول يعني القالبين دول بيبقوا شكلهم كده انا مش قاطعهم من قالب في اشكال علشان الناس اللي مثلا بتفكر ان انا بقطع القوالب دايما في كل الفيديوهات لا ما فيش الكلام ده القالبين دول بيكونوا قوالب مخصصة قوالب صغيرة كده لو حضرتك حابب تجرب ممكن تشتري قالب زيهم وتجرب فيه طيب انا بعمل ايه دلوقتي انا بنضف القالب بتاعي من الاتربة اللي تكونت فيه وانا ما نضفتوش قبل كده فأنا بنظفه ازاي أو بحافظ على عمر القالب ازاي أنا بجيب زيت جونسون بتاع الأطفال والمفروض إن أنا بجيب قماشة أو منديل وبنظف قالب السيليكون بتاعي كويس جدا وغير كده كمان أنت أساسا سبت مادة الرزم بتاعتك تهدى فإحنا دلوقتي بنجيب مادة الريزن بتاعتنا وما فيهاش أي مشاكل تماما لو اتبعت الخطوات البابلز هتطلع معاك الريزن هيكون شفاف وما فيش أي مشاكل ببدا دلوقتي ان انا اصب ماده الريزن بتاعتي او ماده الايبوكسي في او يعني في القالبين السيليكون القالب الاول والقالب الثاني بصب ريزن شفاف نيجي للمرحله اللي بعد كده وعنوان فيديو النهارده الالوان الميتاليك ايه هي الوان الميتاليك الوان الميتاليك بيكون فيها برونز او لمعان اساسا زيها زي الوان المايكا وتكاد ان تكون الوان مايك يعني احنا لو ذكرنا هنقول ان الوان الميتاليك هي هي الوان المايكا مفيش حاجة مفيش فرق مفيش الكلام ده كله لكن استخدام اللون الذهبي واللون الفضي بيكون مختلف لكن لو حضرتك عايز تخلطهم مع مادة الريزن زي ما انا بعمل في كل الفيديوهات ممكن برضو تعمل كده لكن الالوان دي بيكون فيها تخصص مختلف تخصص مختلف ازاي انك بتجيب الالوان دي وبترشها على سطح الريزن بتاعك او مادة الريزن بتاعتك بكل سهولة لكن في غلطة هنا في فيديو النهاردة الغلطة ديت وأنا معودتك زي ما مع عودتك معايا قبل كده إن أنا في كل الفيديوهات بيكون في معايا غلطة المفروض إن حضرتك بتتبعها إن يعني الحجم بتاعي أو الشكل بتاعي صغير جدا وأنا حطيت ألوان كتير أنا في فيديوهات جاية إن شاء الله هحاول بقدر من الإمكان إن أنا أجيب مثلا كوستر أجيب صينية أعمل عليها التجربة ديت أو الفكرة دي طيب حضرتك ممكن تعمل التجربه بكل سهوله وترش الالوان ديت يعني الوان الميتاليك الفضي والذهبي على السطح بتاعك من فوق وبعد كده تشوف الشكل النهائي بتاعك هيكون عامل ازاي انا هنا يا جماعه ما خلطتش الالوان كل اللي عملته ان انا رشيت الالوان الميتاليك بتاعتي على السطح من فوق او الوش من فوق بعد كده بتستنى 24 ساعة أو 48 ساعة على حسب نوع الريزن وبعد كده يعني خلاص بتكون القطعة نشفت معايا تماما شايفين يا جماعة الشكل عامل ازاي الشكل حلو جدا 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 ما فيهوش اي مشاكل هي بس مشكلة الوحيدة ان الالوان كانت كتير لكن الشكل حلو معايا لكن يفضل زي ما قلت لحضرتك انك تجرب التجربة دي على مساحة اكبر زي كوستر زي صنية على حاجة يعني ممكن تشكل وتلون فيها انك ترش الوان الميتاليك ديت من فوق هتدي شكل احلى بكتير من ان القطعه بتاعتي صغيره يبقى انا كده قلت فكره الالوان ديت وكمان استخدامها وكمان شكلها تقدر حضرتك تعملها بكل سهوله يبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي بتمنى من كل الناس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب واستنوا فيديوهات كتير جدا 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 اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله